ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الجوزاء وتوقعات الاسبوع الاخير او الاسبوع الرابع لشهر اكتوبر لعام 2021 من افضل الاسابيع ومن اقوى الاسابيع علينا بشكل قوي جدا جدا، حتى لو في بعض المعاكسات شويه او بعض شويه التاجيل او التاخير او ان انت هتبقى عشمان قوي قوي في ان الظروف تتحسن بشكل سريع جدا جدا، الى ان الشكل اللي انت متوقعه من السرعه مش هتلاقيه قوي. بس في كلتا الاحوال عندنا خروج من محن، بدايات جديدة، خروج من مشاكل قضائية، تصالح بشكل قوي، بدايات مهمة كتير في الشأن المهني. عندنا اقدر اقول ان عندنا اجواء رائعة قوي 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 خلال الاسبوع ده. طيب مبدئيا خلينا ان احنا كده نتكلم على بعض الامور كده او الاسباب شويه. هو مفيش تغيير الا ان الشمس بقت موجوده في برج العقرب، ولكن عندنا عطارد بقى موجود بحركه اماميه في الميزان، المريخ موجود في الميزان، كوكب عطارد، كوكب الزهره موجود في برج القوس، يعني الدنيا شبهها شويه، شبه زي ما هي يعني. من يوم 19 طبعا لان حصل تغيير يوم 18 اللي هو تغيير التراجع كوكب عطارد لحركه اماميه في برج الميزان. المهم خلينا ان احنا نتكلم في البدايه على الايام الاكثر حظ. الاسبوع كله، الاسبوع كله بالنسبه لك ايام فيها حظ حلو قوي، بس الاكثر فالاكثر اللي فيهم فرص ايجابيه جدا وتالق ايجابي قوي هي فتره يوم 23 24 25، يعني بدايه الاسبوع بالنسبه لك. ليه؟ القمر موجود عندك عند برج الجوزاء، فبالتالي انت عندك هنا فرصه ذهبيه ان انت تصلح علاقات، ان انت تبتدي بعض الامور، ان انت تروح مشاوير، ان انت تخلص اجراءات قانونيه، ان انت اعمل كل اللي انت عايز تقدم على وظيفه، عايز تعترف بالحبيب، عايز تصالح الحبيب، فانت عندك الاجواء دي مهمه كتير جدا 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 ان انت تاخد فيها قرار. طيب ده بالنسبه لاول ثلاث ايام مهمين كتير بالنسبه لك، تعرف بعد كده هيكون عندك بقى في فلوس جايه، في عندك اهتمام بالشان المهني وخطوات في الشان المهني. الاسبوع بالنسبه لك كله رائع وايجابي، يعني ما فيش حاجه ليها او اقدر احذرك بيها، يعني تحذيراتها تبقى بسيطه جدا جدا اللي هي ليها علاقه بالعصبيه والتسرع، يعني ما تتسرعش في طلب الشيء، ما تتسرعش في ان انت تبقى ملح على اللي قدامك بشكل قوي. طيب المهم خلينا نتكلم على الاسبوع بقى بامور مهنيه عاطفيه الى اخره. الوضع المهني بالنسبه لنا رائع، حلو قوي، عروض مهنيه عندك، كمان في تصالح في الوضع المهني، يعني لو كان عندك مشكله او عندك في خلاف او ان الدنيا عندنا مش بتمشي لا واقفه، فبيبدا ان احنا لا في خطوات مهنيه حلوه قوي، في عندك عروض حلوه، في عندك تصالح مع مديرينك، مع الناس اللي هم اكبر منك في المركز المهني، فانت عندك جو حلو كتير. عندك كمان على فكره انك مرشح لترقيه، يعني فعلا مرشح لترقيه او مرشح لعلو شان بشكل متميز. طيب بالنسبه ليك يا برج الجوزاء ان انت عندك في اوراق مهنيه او في ليه حاجه ليها علاقه باختام، ليها علاقه باشياء كانت ضايعه منك او اوراق ضايعه منك او حد كان بيتلاعب في اوراق، بتبدا الامور بالنسبه لك توضح، فبتبدا الوضع يجي لمصلحتك، يا بتلاقي الاوراق اللي كانت ضايعه او حاجه كانت ضايعه تخص شان مهني او مالي يعني، فبتبدا ان انت تلاقيها. كمان بالنسبه لك لو حد كان بيعمل مؤامرة ضدك فبتبدأ ان هي تكتشف وبتبدأ انك تنتصر فيها، فاذا عندك النقطة دي كتير جدا. طيب عندك كمان دعم من كتير من الاشخاص اللي حواليك في الامور المهنية، يعني كتير بعت لك شغل، كتير بعت لك سفر، كتير بعت لك ان انت تشتغل معاه في حاجة مش عارف ايه، الاجواء دي جدا عندك مساعدات وعندك دعم قوي قوي. لو هاجي اتكلم على الشأن بالنسبة برضو للوضع المهني، عندك اختلافات مع بعض الاصدقاء الى ان انت برضو هيتم الاعتذار ليك او ان هيكون عايزين يقربوا منك سواء بشكل مباشر او غير مباشر. الشكل المباشر اللي هو في صورة اعتذار، الشكل الغير مباشر اللي هو صباح الخير عامل ايه، عارفين انتوا اللي هو اللي بيصالح بالجو ده يعني، اللي هو يعني المهم. فعندك ده. طيب برج الجوزاء على فكرة انت برضو طول الاسبوع لو انت عايز تصلح علاقتك مع حد فانت عندك الفرصة دي جدا، عندك ده جدا. وبقى استقبل العروض المهنية والاجواء اللطيفة كتير في الوضع المهني وحقق ان هو بيرجع لك. الوضع المالي في فلوس حلوه جايه لك، في عندك في هدايا، يعني حد بيجيب لك مثلا هديه، هديه انت محتاجها، يعني حاجه بدل عارف فكره ما انت كنت هتشتريها، لا بتلاقي حد جابها لك من الهدايا، فبتبدا ان انت تبقى تحس لها في كانه حد وفره ماليه، يعني دي بتحتسب من الامور الماليه شويه ان انت عندك هدايا ليها علاقه بان انت حاجه كنت هتجيبها، حاجه كنت هتصرف انك تجيبها. طيب بالنسبه ده لجزء من الامور الماليه، لكن انت عندك
عندك فيه سداد لفلوس، عندك كان فيه ديون او مشاكل ماليه، لا بيبدا ان فيها حلول، سواء ان حد بيدعمك فيها لان انت عندك دعم عائلي ابن لذينه، فهيكون عندك حد بيسد الاحتياجات بتاعتك، حد بيخلصك من مشكله بامر مالي. كمان بالنسبه لك لو انت عندك حق ليه علاقه بامر قانوني من ناحيه ماليه فانت بتسترد حقك مره ثانيه خلال الاسبوع ده. طيب بالنسبه كمان يا برج الجوزاء بقى للامور العاطفيه، الوضع العاطفي بالنسبه لنا انت عندك الوضع العاطفي هو متميز كتير، خطوات مهمه جدا جدا، في شراكه حلوه قوي قوي هتحصل، يعني بدايه لعلاقه او في ما بينك وما بين الشريك ان انتم مشتركين في الفكر، مشتركين في التفاهم، مشتركين في العلاقه العاطفيه ما بينكم، في حاله من الحب اقدر اقول، في عندك قرار قوي جدا بتتخذه في العلاقه العاطفيه بتاعتك، يعني انت بتتفق مع الشريك على امر ما، عندك في خطوبه، على زواج، على اتفاقات، في كتب كتاب، في حاجة أساسية وحاجة رسمية متواجدة في العلاقات العاطفية. لو هتكلم على أن الوضع العاطفي بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين والناس المرتبطين، فخلينا نبدأ للناس اللي هم مش مرتبطين الأول. احنا عندنا للناس اللي مش مرتبطين أنت عندك جاذبية حلوة قوي، وعندك أن أنت قادر تجذب اللي قدامك بشكل قوي جدا، في أن أنت عندك زي سحر بتقدر تمارسه على اللي قدامك بقدر كبير. فإذا يا برج الجوزاء أنت عندك في بدايات عاطفية، في انجذاب بشكل قوي، في أن حد بيبص لك كتير، حد منجذب ليك كتير. طب انا هقول لك على حاجه، تعرف وانت ماشي في الشارع كده هتلاقي اللي هو ناس بتبص لك كده، اللي هو يعني قال ايه بيشبه عليك مثلا، او اللي هو انجذب ليك، بيبصوا لك قوي عشان انت جذبتهم، عشان انت شدتهم او انت شدتيهم، ففي الاجواء دي جدا. اصلا احنا هنكون ملفتين لدرجه ان هيكون حتى الاصدقاء بيتكلموا عليك قوي، فما بالك لما يكون شخص غريب كده ويشوفك هيعمل ايه، هيبقى بيلتفت ليك يبص لك على طول. فاذا للناس اللي مش مرتبطين في إيه؟ عندك ان انت بتشد اللي قدامك جاذبيه حلوه قوي، وكمان علاقات صداقه تتحول لعلاقات عاطفيه، والنبي هي موجوده من بدري بس هيبقى فيها انجذاب اكتر، يعني لو عايز اساعدك اكتر، عايز اتكلم معاك اكتر، طب ممكن يفتحك في الموضوع، فعندك الاجواء دي كتير. طيب اما بقى بالنسبه للناس المرتبطين بالفعل، فانت عندك علاقه مفهومة. يعني ايه؟ يعني انت ما كنتش قادر تفهم الشخص اللي قدامك، لا بتبدأ تفهم، بتفهمه، بتبدأ تفهم انت عايز ايه، انت نفسك بتفهم انا عايز ايه، عايز ان انا اقرب من الشريك ولا لا، عندك علاقة في الماضي، لا بص للجديد وما بصش للماضي، لا بتسيستم حياتك صح. الحيرة والتشتت اللي كان موجود عندك، لا بدأ ان هو يبقى وضع مستقر، فبالتالي بيخليك انك تكون مستقر مع شريكك العاطفي. فاذا الاجواء بالنسبة لنا بتبقى لطيفة كتير يا برج الجوزاء. طيب برج الجوزاء كمان في الامور، الناس المرتبطين اكتر الابراج اللي هيكون فيهم تحسن، فيهم هدوء في العلاقات العاطفية، الابراج النارية منهم الاسد وبرج الحمل جدا جدا جدا، القوس لو مرأة القوس ورجل الجوزاء. اما بقى بالنسبة للابراج الهوائية، الميزان، الدلو، الجوزاء، الثلاثة خاصة الميزان والدلو طبعا بيكونوا متفاهمين اكتر، متحبين اكتر، عندهم قرارات، مساعدين لبعض بشكل قوي. كمان من الابراج المائية السرطان، من الابراج الترابية برج العذراء. طيب والعذراء المرأة ورجل الجوزاء يبقى فيهم انجذاب خطير، رغم ان العلاقة دي قد ايه متعبة ليهم هما الاثنين، الا ان بيبدأ ان التعب يقل. على فكرة برج الجوزاء انت عندك علاقتك مع الابراج الترابية والابراج المائية مش هتتحسن بالقدر اللي انت متوقعه او اللي الشريك بتاعك متوقعه من ابراج ترابية او مائية الا بعد يوم 5 نوفمبر، من يوم 6 نوفمبر بنبدأ نقول الأجواء بتختلف تماما. طيب أما بقى بالنسبة للناس اللي هم منفصلين، برج الجوزاء أنت عندك فيه نسبة رجوع قوية جدا جدا، والماضي بيفكر فيك بشكل قوي 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 يا برج الجوزاء، وعنده فكرة إن أنا عايز أجرك كده، عايز أجيبك ليا، أعمل إيه؟ إيه الخطوات اللي أنا ممكن أتخذها عشان أقدر إن يبقى فيه ما بيننا رجوع مرة تانية؟ فأنت عندك يا برج الجوزاء كتير هيبقى عايز يرجع لك، وكتير عايز يقرب منك مرة تانية. طيب برج الجوزاء إذن ده للناس المنفصلين، فإذن في نسبة رجوع قوية جدا جدا، لكن الأكتر إن حقك بيرجع لك من الماضي، يعني أنت اتظلمت من الشخص ده بيتظلم قدام عينيك، أو إن هو بيرجع لك ويعتذر لك، فتحس إن هو جزء كبير ده من كرامتك بيتردى. طيب بالنسبة كمان يا برج الجوزاء بقى للشأن المختلف، الأمور الحياتية، أنت عندك أولا زي ما قلت لك دعم عائلي قوي، والعيلة واقفة معاك أو بتساندك بقرارات أو بأفكار أو بمال، فعندك ده كمان
انت عندك تواصل كبير جدا ما بينك وما بين اسرتك او عائلتك، عندك ان انت متواصل معاهم، بتحاول تقرب منهم، بيبقى في تواصل جيد كتير ما بينك وما بينهم. فاذا دي نقطه مهمه ليك قوي برج الجوزاء. برج الجوزاء كمان عندك اهتمام كتير قوي قوي بالديكور، بالمظهر، بالشكل، باني اخس، باني اتخن، بتدور على مظهرك العام جدا جدا، خاصه ان انت عارف فكره انك مش هتبقى راضي بحالك، مش راضي ان انا تخين، مش راضي ان انا رفيع، مش راضي ان انا ابقى كذا، فعندك اختلاف او عندك تغيير انت بتقوم بيه بشكل قوي جدا جدا في نفسك، وتغيير فعال، يعني تغيير اللي هو قرار رسمي بعمله، انا هغير من نفسي، انا هغير ده، انا هعمل ده، فعندك ده جدا. برج الجوزاء على قد ما فيه كتير عايز انه يقف ضدك، وكتير عايز انه يهاجمك، وكتير مش عارف ايه، الا ان الظروف ما زالت بتساعدك، ما زالت بتقويك في امور مختلفه. الاسبوع ده زي ما قلت لك قبل كده ان هو معاكس، يعني في تاجيل او تاخير او معاكسه من بعض الاشخاص، الى ان انت مدعوم مهنيا، عاطفيا، كمان في ذكائك وتفكيرك. عامه انا بشكرك جدا، وبتمنى كتير ان الاسبوع ده يكون من افضل الاسابيع اللي بتمر عليكم سواء رجل او مرأة. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.